هذا مقزز. أخبرت تشيب أن اللعبة خطيرة، وهل تعرف ماذا قال لي؟ تحدث مع ابنك، أحتاج لتبريد دوائري. يا صاحبي، ماذا تفعل؟ كيف حالك؟ نعم، أسمعك. إذن ماذا حدث في الممر؟ ماذا؟ أوقفت والدتك اللعبة على الرغم من أنك كنت تفوز؟ واضح أن والدتك لا تفهمك يا رجل، لكن لدي الحل المثالي لمشكلتك. اهرب من هنا. نعم، قلت اهرب من هنا. انطلق شاهد العالم، عليك أن تكون نفسك. الآن اخرج من هنا حالا. إذن كيف كان حديثك مع تشيب؟ كان رائعا، إنه فتى جيد. أكيد. أين هو؟ أوه، لقد هرب. ماذا؟ لماذا يهرب طفلي؟ لأني طلبت منه هذا. أو لن تعود أنت إلى البيت. ذاهب ذاهب، ابتعد عن ابني فورا. ابتعد عني. أبي، اتركوا والدي وشأنه. أول كلماتك كانت والدي. لابد أن أخبر كارين. لم تشاهديه يا كارين، تشيب كان يقول ابتعد عن والدي العبقري الأذكى والأوسم في العالم. لا يا عزيزي، لدينا أفضل ابن على الإطلاق. دع والدك يشتري لك الزيت. نعم. آسف يا أبي، أود ذلك لكني سأغادر للجامعة. ابني قد كبر. بعد 8 فصول دراسية. احترس يا كارين، لا نريد أن يعرف تشيب أننا نتجسس عليه في العمل. ماذا؟ أعطني مالي. هذا هو ابني.
أنا بريتش أقدم تقريرا من مقرمشة سلطع، حيث أنا واحد من 3 أشخاص فقط لم يتأثروا بثورة الشطائر المصعورة. الشخص الثاني الذي لم يتأثر في حاوية القمامة، هل تريد التعليق على هذه الفوضى؟ بريتش بيركنز، كيف عرفت أني هنا؟ كنت أخذ قيلولة بها عندما تسللت بحثا عن ملجأ. لا انتظر، من الثالث الذي لم يتأثر؟ شمشون دلو الصداقة. هذا هو يا كارين، 150 جوالا من شطائر الصداقة مسبقة الطهو، ولا يوجد عميل واحد يمر من هذا الباب. سبونج بوب، ماذا تفعل؟ كيف سيدخل العملاء الآن؟ من بالخارج ليسوا عملاء، كلهم وحوش سلطع برجر ويجبرون الجميع على أكلهم. أنا وأنت آخر اثنين. زومبي سلطع برجر؟ سأصدق عندما أراه. حسناً لا نصدق. لا أريد. خذ قطعة. تراجعوا، معي أسلحة. أشعر أنني أفضل. أوه، هذا هو برجر الصداقة. برجر. ماذا حدث؟ نعم يجب أن أزيد الجرعة. أحبها. فتى، هذا كثير على شطائر المعمل. تعرف يا مستر سلطع، بعض الأشياء لا تحتاج تكوينا علميا لتكون لذيذة. سلطع برجر الأصلي مثالي كما هو. نعم أتعرف، بعد كل هذا سلطع برجر المعتاد يبدو رائعا جدا الآن. نعم، سلطع برجر المعتاد رائع. بالتأكيد وكذلك، والثلاث دقائق القادمة كل سلطع برجر لدينا ستكون بضعف الثمن. انتظروا، لا تغادروا الآن. من سينظف هذه الفوضى؟ خذ البعض. لن يراني سلطع هكذا أبدا. هذا هو الاختفاء التام. لا أرى قدمي. لن تذهبوا إلى أي مكان إلى أن أنظف لكم. ما لا نراه؟ لا وجود له. احترس.
ماذا أرى؟ الوصفة سرية، لابد أنها إحدى خدع سلطة. سيظهر في أي لحظة الآن. ماذا؟ لا شيء. لقد نجحت بالفعل. كارين، هل تعرفين؟ أخيرا حصلت على وصفة سلطة برجر السرية. هل أنت فخورة بي؟ إنها أصلية. تعال هنا يا كتلة المخلوق البحري الرائع. لا تفسد الأمر هذه المرة. تصبحين على خير. ماذا تفعل؟ أتأكد من نومه. شمسوني أليف يرغب في اللعب. اللعب عنده وعني. أحضر العصا يا فتى. التقط. احترس. كائنات حمير، اصنعوا المزيد من الطعام. لا عليك، إنها نائمة الآن. لا أصدق، الطعام يهرب. لا تتحرك لكشف العين. ماذا سنفعل الآن؟ معي هذه، التقط النقرة التي على ذقنه. يبدو أنهم التقطوا بقية جسمه. سأتولى الأمر الآن. اذهب أنت الآن. لا أصدق أن الأمر نجح. صباح الخير يا أولاد، مستعدان لإعداد مجموعة جديدة من سلطة برجر؟ لماذا أنتما مختلفان؟ أظن كارين تعشق حساء الإلكترونيات وسأقوم بهذه الخدعة. نعم. أظن لا ضرر أن ألقي نظرة خاطفة على مقرمشة سلطة. يا له من يوم طويل. إنها حقا هناك، وهذه المرة ليست صورة مجسمة.
شمشون ماذا تفعل؟ عزيزتي أنا أضيف لمسات نهائية على حسائك المفضل. أنت لطيف جدا، متشوقة لتجربة. أحسنت يا شمشون. الوصفة الآن، كيف سأحصل عليك؟ نعم أبطئ أيها المجنون. من هذا؟ سلطع برجر. إنه ذلك الأحمق بسيط. أيها الأحمق، أعني صديقي النجم سلطع برجر. هنا، لا هنا. هيا. نعم هيا، أنت فتى جيد. الآن أمسك تلك الزجاجة بقدميك هناك. لا، الزجاجة الأخرى بجانب قدميك. التقطها بسرعة بجوار قدميك. انظر لليمين. لابد أنك تمزح معي. اليمين يا بسيط، اليمين الآخر. نعم، هذا هو. جيد، الآن أحضرها إلي. نعم، هذه هي. إلى أين ذهب؟ عذراً، هل أنت منظف النافذة؟ كيف وصلت بسرعة إلى هنا؟ هاي، تقومون بعمل رائع. 1، 2، 3. قطعة من الزجاج هي كل ما يحول بيني وبين ما أريده من العالم. لماذا الحياة ظالمة؟ عزيزي، هل العشاء جاهز؟ أنا جائعة. كاد ينتهي عزيزتي. ماذا سأفعل؟ فكر يا شمشون، فكر. فكرة. هذا هو. كارين، لن تلاحظي الفرق أبداً. أنا أظن لدي ما أحتاج إليه هنا. بسيط، ربما تشعر بدغدغة بسيطة. أحب الدغدغة. حسناً، فلتلقي نظرة على هذا. كان هذا شديداً. كنت أنسى. ستذهب في موعد مع زوجتي كارين. يا ري ري، لكن اسمي بسيط. لا، أبقي فمك مغلقاً، سأهتم بهذا. الوصفة أخيراً ملكي. هيا. أعرف أنك هنا يا شمشون. الوصفة؟ شكراً لأنك أمسكتني. إنها لي، إنها لي. اليوم عوضتني عن كل شيء، لذا أريد أن أعطيك شيئاً صغيراً. بعد سنوات من الأبحاث الكثيرة، أخيراً وصلت إلى عمل وصفة سلطع برجر السرية. شمشون، اتركها لك ما تريد يا سلطع. من يحتاج إلى نسختك التي في الزجاجة عندما يكون لدي نسخة قابلة للتحميل هنا؟ أحمق. الآن الوصفة السرية. ماذا؟ ما هي؟ ري ري. أي منا ري ري؟ أنا أيها الغبي. حسناً، أنا ري ري أيضاً. لا، أنا ري ري. لا أهتم من هو الحقيقي. ستشاهدين الوصفة وهي تمسح. كارين، عزيزتي، صغيرتي، أرجوك، هيا نتحدث بشأن هذا. لا، تعبث بموعدي يا شمشون. حسناً يا سبوت، أنا صاحبك الجديد، لذا أمطرني بالحب والعطف. كارين، لا يعطيني حباً غير مشروط، أظن أن به عيباً. عليك أن تدربه كي يفعل هذا. أنا أدربه؟ سأحاول. حسناً يا سبوت، نبدأ بشيء سهل. توقف. فتى جيد، الآن أجلس. جيد جدا، الآن تدحرج. ممتاز، الآن اهتز.
هذا يعني أنك تفهم. حسناً يا سبوت، اليوم سنتعلم أن تكون مهاجماً لكي تحرس البيت من الدخلاء. الآن يا سبوت سأتظاهر أني لص. هجوم! أنت لا تفهم هذا، أهجم علي. أفقد توازني. بعض المساعدة. بعد تفكير، لماذا سأحتاج إلى كلب حراسة؟ لا يمكنني التخلص من شيء. ما أحتاجه حقا هو مكتشف. هذا هو هدفك، أريدك أن تكتشف وصفة سلطة برجر. الآن الأمن مشدد، لذا أحتاج خطة. انتظر، أين تذهب؟ لست مستعدا. أريد الأكبر. ما هذا؟ لم أره من قبل. إنه سلطة برجر. إنه سلطة برجر. كارين، انظري ماذا أحضر لي سبوت. هذا رائع، سبوت يستحق المكافأة. يطلب أي شيء يريده حتى لو كان نصف مملكتي. مختبري. أظنه يريد سلطة برجر. لا لا، أنت أميبة سيئة، أميبة سيئة سيئة. أظن يجب أن تعاقب، تحتاج إلى عقاب. سوف أربطك هنا حتى تتعلم كيف تتصرف. ستظل 5 دقائق. لا لا، يجب أن أكون قويا. لا يمكنني فعل هذا. سبوت، أنا آسف. أنا سبوت، لقد رحل. أين هو؟ سبوت ارجع، سبوت ارجع. ألا يعمل أي منكم؟ أظنه مغلقا ليلا. المكان مظلم هنا، سأجد زر الضوء. أها، لا ليس هو. أها، وجدت الضوء. سبونج بوب، لأي شيء كان الزر الأول؟ لا أدري، أظنه يفتح الأقفاص. ظننت هذا لأن الحيوانات الآن حرة. سبونج بوب، نهرب؟ نعم. أظن أضعناهم. سبونج بوب، قبل أن نتحول إلى أشلاء، أشكرك لمساعدتك لي في البحث. على الرحب. بالمناسبة، هل لك قرنيتان؟ ماذا تقول؟ سبوت، رائع، لقد وجدتك. كنت تختبئ طوال الوقت على قرنيتي ولم أرك أيها الأميبا المشاكس. أنت وجدت سبوت، والحيوانات وجدتنا. الوداع يا سبوت، هذه هي نهاية طريقنا معا. سبوت، لا. شكرا سبوت، أنقذتنا. علمته كل شيء يعرفه. رائع، لم يتبقى متقدم واحد. مرحبا، ما زلت هنا. ليس أنت، الحيتان تأكل العوالق. أنا لا أكل العوالق، إنه للأطفال، جئت من أجل الوظيفة. حقا؟ أنت لن تأكليني؟ أوه لا، أحتاج إلى المال، وأبي يمنحني مصروفا قليلا. تم تعيينك كمتدربة حديثة في معامل دلو الصداقة. أنت مسؤولة عن أعمال مهمة جدا. أوه واو، مثل ماذا؟
أنت سلم ممتاز أيتها المتدربة. نعم الآلي الشرير اكتمل. لا شيء سوف يوقفني الآن. ما عدا باب الخروج هذا. لم يسألك أحد أيتها المتدربة الجديدة. بالمناسبة لقد نسيت إعطائك أداتك المعملية. ماذا تفعل؟ لما لا تجربينها وتكتشفين؟ راقبي أيتها المتدربة الحقيرة وارتعشي أمام سلطتي وقوتي. أداة ليزر ستفجر الباب بأمان. وكل شيء بالداخل. هيا هيا إلى العمل الآن. حسنا. احترسي من صانع الوحوش المدمر. نعم كائن قوي كفاية لفتح خزينتي بيديه فقط. بمجساته هذا أسوأ. لا تهتمي بكنسه. شكرا لك يا سيدي. ستحتاجين المساحة. شمشون. نقود أعني مرحبا. مستر سلطة مستر سلطة. لن أغني لك لتنام يا سبونج بوب. لا أنا في مقرمشة سلطة. شمشون ومعه أملاك يحاولان طريقة الوصفة. وصفاتي؟ سأذهب في الحال. ما هي خطتك لفتح الخزنة؟ حفار كهربائي؟ متفجرات؟ قوة تصادمية كبيرة؟ لا سأستخدم الرقم السري. أنت شريرة. أكاد أتذوق طعم سلطة برجر الآن. أخيرا الوصفة لي. يكون عليك أن تتجاوزني أولا يا شمشون. سلطة. وعليك أن تتجاوزني أنا أيضا. أخبر عملاقك الأحمق أن يعطيني الوصفة يا شمشون. أبي أنا مساعدة ولست حمقاء. ابتعدي يا لؤلؤة. ماذا تفعلين مع عدو اللدود؟ العمل مع شمشون هو وظيفتي. أفعل ما أخبرتني به. تتذكر الموظف الجيد ينفذ الأوامر. نعم لكن ليس مع شمشون. أنا وفم الثرثار. عزيزتي كيف تعملين مع هذا الفاشل؟ أعطي والدك الوصفة ويمكنك العمل لدي. تأخرت كثيرا يا سلطة. ابنتك تعمل لدي الآن. سوف أعيد لك الوصفة يا أبي على شرط واحد. ضاعف مصروفي حتى لا أعمل لدى أحد هذا الصيف. أضاعف مصروفك؟ لا بأس. آسفة يا شمشون لكني أستقيل. هنا سوف تأكلني. أمسكيها يا جدة. أنا شبح شمشون. مهلا. هذا يعطيني فكرة. إذا كنت شبحا سيمكنني أن أعبر وأتحرك عبر جدران سلطة برجر وأخذ الوصفة السرية. حسنا هذا يكفي. أفسدت ليلة سينمائية أخرى بسخافات الوصفة السرية. أنا سأغلق نفسي. لنرى. الآن كل ما أحتاجه هو أن أخترع ماكينة استخراج الأشباح. شو؟
أنني رأيت شبحا. نجحت. لابد أن تستسلم للشبح، هذا أمر بديهي. ماذا؟ لا 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 لا، هيادي شبح غبية. ماذا؟ ما هو المضحك أيها الأحمق؟ أنت الشيء المضحك، لا يمكنك أبدا أن تطفو في يومك الأول ولا رفع الأشياء. تفضل أمسك أمسك هيا. لا يمكنني هذا. يمكنك ترك جثتك وحدها لعشر دقائق فقط. والآن إن كان لدى أي شخص أي شيء لطيف لقوله فهذا الوقت المناسب. لقد كان صغيرا وأخضر مزعجا. تلك أسوأ جنازة حضرتها في يوم من الأيام، لكني سأراقب هؤلاء يصرخون عندما أعود في جسدي وأقفز من النعش. لا يمكنك العودة إلى جسدك الآن، أنت ميت يا أحمق. أنا لست ميتا، أنا فقط شبح مؤقت، جسدي في حالة ثبات مؤقت لا أكثر. أنك وعاء زهور فارغ؟ لم أتلبس جسداً من سنوات. لا يمكنك فعل هذا، إن هذا جسدي. ليس بعد لا. أنا حي، من الرائع أن أعود. شمشون حي. كنت أعرف إنه حي. هيا بنا نقتله. لا أستطيع أن أراهم يفعلون هذا بي. أشخاص غاضبون، لم أظن أني سأقولها، أفضل أن أكون أنا ميتا وليس أنت حيا. وداعا. إن جسدي يشعر بتحسن. ما هو ذا؟ مرحبا جميعا. من يريد سماع قصة أشباحنا؟ أي شخص؟